الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. نجدد لكم اللقاء والتحية بانطلاقة يوم جديد وانطلاقة سن الإذاع في هذا الصباح، والمسافة هي 6 كيلومترات نسير مع هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، شوطنا التاسع الخاص بنبكار الإذاع، نسير مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة بين جنبات ميدان التحدي مباشرة مع البداية. والمركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة هنا مع البداية وصدارة الشوط، من تأتينا مع البداية حور بشعار حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى من خلال تواجد حور مع البداية مع المركز الأول. بينما نتابع وناخذ المركز الثاني القادمة في هذا المسار، هنا الواصلة مشاهدينا الكرام شوشرة لمطلق بن محمد بن ناصر الهاجري القادم مع ثاني التحديات، مقدما لنا شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعار هنا اللي قادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، تصل هنا مع المركز الثالث قدوم وصول من ارتفاع سعيد بن بطيب بن محمد الزعبي القادم مع المركز الثالث. رابع المراكز وصول وقدوم في هذه اللحظات من اشراق لهجن السيلية القادمة مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصله هنا معزة حمد بن عنزام بن محمد النعيمي. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، نداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل والرائع، ولكن نعود مباشرة مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة الشوط. هنا القيادة والريادة مشاهدين الكرام مع شعار اللي غير في هذه اللحظات الهاجري، بدأ يقدم لنا انطلاقة شوشرة مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري، بدأ يسير هناك بتحدياته من خلال تواجد شوشرة مع البداية مع المركز الأول. نتابع وناخذ المركز الثاني القدوم والوصول من حور حمد بن راشد بن ناصر المريزيق، من يقدم لنا انطلاقة حور مع ثاني التحديات. المركز الثالث الوصول والقدوم مع المركز الثالث، هنا من تصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام بشعار الزعبي القادم بتحدياته من خلال تواجد ارتفاع شعار المغامر سعيد بن بطي الزعبي مع ثالث التحديات. المركز الرابع هجن السيلية تقدم لنا انطلاقة إشراق مع المركز الرابع في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. المركز الخامس وصول وقدوم مشاهدينا الكرام، هنا من تصل جلاده سعود بن صالح بن حمد القمره، يصل شعار السندباد القطري مقدما انطلاقه جلاده مع المركز الخامس. هكذا هي الاسماء، هكذا هو نداؤنا الثاني للخمسه المراكز الاولى مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسه المراكز الاولى. ولكن هناك اسماء وشعارات كبيره حاضره خلف الخمسه المراكز الاولى كما تتابعون في الكادر السفلي من قناه الريان الفضائيه التي ترصد تحركات عمق الميدان وما يدور هناك مشاهدينا متابعينا الكرام. لكن عودة مباشرة مع البداية، عودة مع صدارة الشوط مع المركز الأول مع شعار الهاجري، من يقدم لنا انطلاق التحديات أيضا هذا الاسم المميز والجميل مع البداية. شوشرة من تقود الأسماء تقود التحديات الأولى، مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري من يقدم لنا شوشرة هنا مع بداية هذا المسار مع المركز الأول. نتابع وناخذ المركز الثاني القادم شعار بن مريزيق مع ثاني التحديات من خلال أيضا تواجد حور حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق المري مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث القادمة مشاهدين الكرام ارتفاع سعيد بن بطل الزعبي الحاضر بشعاره هنا مع ثالث التحديات. المركز الرابع وصول من اشراق لهجن السيلية مع رابع التحديات، من تقود ايضا هنا من تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس شعار القمر القادم مع جلاده. هكذا هي الاسماء مشاهدين الكرام متابعين الافاضل، الخمسة المراكز الاولى لا تغيير على الخمسة المراكز الاولى، ولكن
تغييرات واردة في هذا الانطلاق من خلال تواجد هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مساري وتحديات شوطنا التاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام، مع انطلاقات سن الإذاع سن الإبداع والإمتاع كما أطلق عليه خبراء هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الأجن العربية الأصيلة. نعود مباشرة مع البداية مع المركز الأول مع شعار الهاجري، من يحتل الصدارة يقود هناك التحديات الأولى من خلال تواجد شعاره وانطلاقة شوشرة مع البداية مع صدارة هذا الشوط مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري مع البداية، بينما أتابع شعار بن مريزيق بدأ يتقدم في هذا المسار مع انطلاقة حور حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق، بينما المركز الثالث شعار الزعبي القادم من يتقدم هنا مع ارتفاع سعيد بن بطل الزعبي. المركز الرابع وصل شعار البطل يصل هنا مع هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري القادم في هذا المسار المميز والجميل من يتقدم هنا. متابعينا مستمعينا الأفاضل، لكن شوف القدوم أيضا، شوف اللي تدخلت من الجانب الآخر بشعار القمرة، تدخلت هنا مشاهدينا الكرام جلادة سعود بن صالح بن حمد القمرة، ولكن على الوصول وصلت هنا مشاهدينا الكرام ثروة عبد الهادي بن سيف بن فهد الخيارين أيضا بدأ يقدم لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. هكذا هي الأسماء، لكن عودة مباشرة مع البداية، عودة مع شعار الهاجري من يقدم لنا تحدياته، وشوشرة هي القائد للأسماء القائد للتحديات الأولى في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن شوف الضغط هناك بدأ في هذه اللحظات مع جلادة سعود بن صالح القمرة، والمركز الثالث من تقدمت هنا هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري، والمركز الرابع شعار بن مريزيق القادم مع انطلاقة أيضا حور حمد بن راشد بن ناصر آل مريزيق، والمركز الخامس شعار الخيارين يتقدم مع ثروة عبد الهادي بن سيف الخيارين، ولكن وصول من شعار بن مقارح بدأ يتقدم في هذا المسار مقدما الابتزاز علي بن حمد بن راشد المقارح أيضا هنا من يتقدم في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام أجواء الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين، ولكن شوف هنا اللي غيرت في هذه اللحظات، تقدمت هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري بدأ يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى من خلال أيضا تواجد هوايل مع البداية، لكن المركز الثاني هنا تتقدم مع ذلك تحديات شوشرة مطلق بن محمد بن ناصر الهاجري، ومن الجانب الآخر جلادة القمرة وعلي بن مقارح قادم أيضا مقدما الابتزاز. شوف اللي قادم أيضا في هذا المسار، وصلت هنا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل مزون راشد بن حمد بن متعب آل منخس، ولكن عودة مع البداية مع هوايل هنا من تقود الأسماء محمد بن مبارك بن راشد بن حمد المري، ولكن بن مقارح ما منا أمان هنا، يصل بو حمد مقدما لانطلاقة شعاره مع ابتزاز علي بن حمد بن مقارح. الله يا سلام، طارت ابتزاز مع الأجواء الأخيرة الأجواء النهائية مشاهدينا متابعينا الكرام، ابتزاز تخطف ناموس هذا الشوط مع انطلاقة شعار بن مقارح. الله الله الله، مشكور يا أبو حمد، سلام ابتزاز سلام، تهانينا والناموس لعلي بن حمد بن مقارح على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصلت هنا جلادة سعود بن صالح القمرة المركز الثالث، كان الوصول القدوم من هوايل محمد بن مبارك بن راشد المري، والمركز الرابع وصول من عرين علي بن راشد بن عليان علي المعاضيد، والمركز الخامس وصلت مع المركز الخامس مزون لراشد بن حمد بن متعب آل منخس المري. هكذا مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن كان الحضور المميز من شعار علي بن حمد بن مقارح من قدم الابتزاز وخطفت ناموس هذا الشوط 9:20 18 جزء من الثاني. تهانينا والناموس يا أبو حمد على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثاني وصلت هنا مع المركز الثاني جلادة توقيتها الزمن 9:21 90 جزء من الثاني. تهانينا والناموس سعود بن صالح القمرة، بينما المركز الثالث وصلت مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، كان القدوم هنا مع المركز الثالث وصول من هوايل توقيت الزمن 9:22 12 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن راشد المري.